السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في هذه حلقة جديدة من شركة أشرف العايدي، وهذا خاص لشركة أوربكس. الظاهر أنه اليوم الجمعة هذا يوم بطيء وآخر يوم الأسبوع في موسم الصيف، ولكن عندنا الأرقام البيانات المهمة، الإنتاج الإجمالي الأمريكي اللي في إمكانية أنه لما تسمعوا الفيديو هذا يكون قد مرت الأرقام هذه الذي تكلم عليها كثير ترامب، وأشار أنه ستكون قوية جدا. أرقام هذه البيانات ستأتي الساعة 3:30 بالعصر بتوقيت مكة المكرمة، ونحن نتكلم عن كل ذلك حوالي يعني نص أسبوع قبل قرار البنك المركزي تاع يوم الأربعاء الجاي. الأرقام هذه سيداتي وسادتي أثارت كثير من الضجة، لأنه هي التضخم اللي مش التضخم ولكن الإنتاج الإجمالي ولا الناتج الإجمالي للنمو للربع الثاني للولايات المتحدة، وهي متوقعة أن تكون قد قفزت إلى 4.2% من 2%. فلذلك وترامب أثار ضجة، لأنه قال إنه لأنه الأعضاء الفريق الاقتصادي في البيت الأبيض لمح وقال إنه يمكن أن لا نرى 4.2 ولكن نرى 5% ولا 4.9%. ولكن أول شيء ف ولكن في هناك سيداتي وسادتي عامل الذي في عامل سعري وفي عامل اقتصادي الذي سيساعدنا أن نعرف إذا الأرقام لما تأتي الأرقام سيساعدنا على تأكد إنه هل هي فعلا قوية أم لا. العامل السعري إنه ما هي ردة فعل العائد ال10 سنين، وليس ما هي ردة فعل الدولار مقابل الين أو الدولار مقابل اليورو، ولكن ردة الفعل في العائد ال10 سنين. والعائد ال10 سنين هذا هو عائد السندات الحكومية على ال10 سنين، وهذا من أكبر الأسواق في الـ ولا من أكبر الـ الـ الأسواق ولا الأدوات في الـ في الـ في الـ في الأسواق العالمية، والأكثر حساسية مباشرة للبيانات الأمريكية. لماذا؟ لأنه في أزواج الدولار مقابل اليورو ولا مقابل الدولار مقابل السويسري ولا مقابل الين، مرات ما يتحركوا كثير لأنه بيكون عندهم عامل الأجنبي وهو العامل العملة الأخرى. ولكن كما تعلمون هنا سيداتي وسادتي، ترون أنه إذا سيتم هناك كسر ناجح على 3% بعد ولا إذا نرى، خلينا نشوف أنه الأرقام ستأتي، متوقع أنه ستأتي 4.2، ولكن ترامب رفع حاجز التوقعات إلى 5%. يعني إذا نرى 4.3 4.4 يمكن أن لا نرى، يعني هو رقم جيد، ولكن يمكن أنه طالما أنه العائد لا يتجاوز 3% فيمكن أنه في هناك شكوك من الأسواق إنه هل هذا الارتفاع ارتفاع مؤقت، وأتى الارتفاع هذا مؤقت. وأقول لكم لماذا يمكن أن يكون التحسن هذا مؤقت سيداتي وسادتي، لأنه في عندك ماذا حدث الآن بالتعريفات الجمركية، إنه كثير من البلدان أسرعوا إلى شراء الصويا وشراء البضائع الاقتصادية والمنتوجات الاقتصادية من الولايات المتحدة، وتم هناك إسراع ولا سرعة في الشراء هذا قبل ما أن تتنفذ التعريفات الجمركية. فهذا كتير مهم. فيمكن إنه الارتفاع اللي شفنا، يعني زي ما بقول بنقولكم يعني في مثال، لما يقولوا إنه خلاص راح نرفع أسعار الفائدة، راح نرفع الأسعار على كل السيارات، ولا راح ندفع، ولا راح نحط 15% ضريبة على كل السيارات من بداية الأسبوع الجاي، فكل الناس راح يشتروا الآن السيارات قبل ما تتنفذ هذه، وهذه هي نفس الفكرة. ولكن في شيء ثاني، انه ال 4.2% هذه، انه في شيء اسمه الانفنتوريز، والانفنتوريز وهم المخزونات. ففي عندك مرات انه الناتج الاجمالي بيحتسب بطريقه انه يحسبون كل المنتوجات و
الخدمات التي ال ال التي تنج التي تنتج من قبل الاقتصاد الامريكي. ولكن ماذا يحدث وكيف يتم تحديات؟ يعني بيروحوا لمحل وبيقولوا باخر 3 اشهر كم البضاعة الآن وكم البضاعة الآن، وفي مرات إن هم يحسبون المخزونات ويحسبون يعني البضائع، ولما يكون في ارتفاع يزيد بيضيفون هذا الفارق إلى الإنتاج الإجمالي، ولكن ذلك لا يعني إنهم قد تم بيع هذه البضائع، فاهمين علي؟ فإذا أنت بيكون عندك بضاعة أكثر ولكن ما بعتها، فبيكون عندك inventories أكثر، فلذلك لازم يكون في هناك تمييز بين الـ GDP وبين الـ final sales. والفاينل سيلز هو يعني مرات بيكون 4.2 في الجي دي بي، والفاينل سيلز وهي المبيعات الاخيره بتكون 3.5، يعني انه الفارق هذا 0.7 اتى من المخزونات. فهذه الاشياء اللي راح انا راح اغرد فيها في ال اي دي وفي قناتي، في قناتي على تعال على تليجرام. والسبب اللي انا عم اتكلم كثير الاشياء هاي الان بس على الاقتصاد، ولانه ما في كثير تحركات في الاسواق الماليه هون. هذا هو القناه تاعي في التليجرام، وهذا في تويتر. طيب ال اي دي اوكي. بس اريد ان اقول اتكلم بطريقه بس باختصار هنا على الدولار مقابل الكندي، انه طبعا فيه كان فيه هناك هبوط، ونحن بعنا على 30 31 50 والان على 30 70، ولكن لا اعتقد انه اجني الارباح هنا، لانه اريد ان ارى الكسر هذا الدعم والى 28، لانه في هناك كلام انه الكنديين والمكسيكيين يصرون ويتوقعون ومتفائلين انه سيكون هناك حل للنافتا، وهو الاتفاق الحر لشمال امريكا من قبل ترامب. اليورو في كثير يعني ضجه انه بيقولوا انه لما يروح على 16 80 ولا 16 50 ولا 16 20، ولكن ما زال وسيبقى في هذا التداول العرضي سيداتي سادتي. يعني اي واحد اللي يريد ان يدخل في عملية أرباح صغيرة في الصيف هذا، فأنصحكم أنه تدخلوا بحجم صغير، ولكن بحجم صغير، ولكن لا أتوقع سيكون هناك أي كسر تحت 15 50 15 30، ولا أتوقع أنه سيكون هناك أي اختراق دولار 18. وبنفس الوقت أنه نرى ماذا يحدث هنا أوكي في الدولار مقابل في مؤشر الدولار. ومؤشر الدولار يعني حتى إذا نرى اليوم توقعات وتفاؤل من البيانات الأمريكية، قديش بده يطلع في الدولار مقابل الين؟ يطلع ل 95. ولذلك 95 30 95 40 ما زالت المقاومة القوية، طالما إنه عائد العشر سنين لا يكسر 3. ما زلنا نراقب يورو مقابل استرليني، الذي الآن يعني يرتاح بعد عملية الارتفاع هنا، وعمل هون نوع من الدبل توب، ولكن أعتقد أنه سيكون هناك عندك الترند لاين سبورت اللي هو الدعم المرتفع الذي سيعطيك يعني 88 20. وأخيرا عندك الدولار السويس، وهو ما زال يعاني من المقاومة الحادة هذه، يعني حتى إذا سيكون هناك عودة إلى 1 ولا 99 90 ما زالت المقاومة هذه. فمرة أخرى الأرقام الذي اتبعوني يعني على تويتر، ولكي نعرف إنه فعلا هل إذا نعرف إنه السوق فعلا يحترم ومبسوط بالأرقام هذه التي ستأتي الساعة 3:30 بالعصر، فيجب أن نرى الدولار مقابل الين، وأهم شيء العائد العشر سنين إذا اخترق 3%. شكرا لكم وبارك الله فيكم وبالتوفيق.